محمد خلف الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية. His Excellency Sheikh Jouan bin Hamad bin Khalifa Al Thani, President of the Qatar Olympic Committee, is arriving. يرجى من الحضور الكريم الوقوف استعدادا لأداء النشيد الوطني القطري. Please rise for the national anthem of Qatar. And now, please welcome the athletes of the AIBA World Boxing Championships. دخول عالم AIBA وعالم البلد المضيف قطر. Presenting the AIBA flag and the flag of the host country, Qatar. الجزائر. Algeria. الأرجنتين. Argentina. Armenia. Armenia. Australia. Australia. Azerbaijan. Belarus. Belarus. Bhutan. Bhutan. Bosnia and Herzegovina. Botswana. Botswana. Brazil. Brazil. Bulgaria. Bulgaria. Canada. Canada. جزر كايمان.
the Cayman Islands. Colombia. Colombia. Costa Rica. Costa Rica. Croatia. Croatia. Cuba. Cuba. The Czech Republic. جمهوريات كوريا الديمقراطية الشعبية. The Democratic People's Republic of Korea. الدنمارك. Denmark. الإكوادور. إكوادور. مصر. إيجيبت. فرنسا. فرنسا. Georgia. Georgia. Alemania. Germany. Britannia العظمى. Great Britain. Guatemala. Guatemala. المجر. Hungary. الهند. India. Indonesia. Indonesia. Ireland. Ireland. Italy. Italy. اليابان. Japan. الأردن. Jordan. كازاخستان. Kazakhstan. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Latvia. Latvia. Lithuania. Lithuania. Mexico. Mexico.
مغرب Morocco. Holland. The Netherlands. New Zealand. New Zealand. Pakistan. Papua Guinea Al-Jadida. Papua New Guinea. Jumhuriyet Shaqia. The People's Republic of China. The Philippines. Poland. Poland. Puerto Rico. Puerto Rico. Korea. The Republic of Korea. Jumhuriyet Moldova. The Republic of Moldova. Russia. The Russian Federation. Slovenia. Slovenia. España. Spain. Sweden. Sweden. الجمهورية العربية سوريا. The Syrian Arab Republic. تاجيكستان. تاجيكستان. تايلاند. تايلاند. Trinidad and Tobago. Trinidad and Tobago. Tunis. Tunisia. Turkey. Turkey. Turkmenistan. Turkmenistan. Uganda. Uganda. Ukraine. Ukraine. الولايات المتحدة الأمريكية. The United States of America. أوزبكستان. أوزبكستان. فانواتو. فانواتو. Venezuela. Venezuela. Venezuela.
Qatar. يرجى الترحيب بسعادة الدكتور ثاني عبد الرحمن الكواري أمين عام للجنة الأولمبية ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للملاكمة. Please welcome His Excellency Dr. Thani Abdulrahman Alkowari, President of the Local Organizing Committee, Secretary General of the Qatar Olympic Committee. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الدكتور تشينكو ورئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، السيدات والسادة، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم في الدوحة لنشهد سوياً حدثاً عالمياً جديداً نستضيفه، تستضيفه عاصمة الرياضة العالمية قطر، التي تفتح ذراعيها بكل ود وترحاب للمشاركين في بطولة العالم للملاكمة الدوحة 2015. في هذه المناسبة لا بد أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، على الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود والذي له الأثر الأكبر في حصول دولة قطر على شرف استضافة العديد من الأحداث والبطولات العالمية في شتى الألعاب. كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى سعارة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية على دعمه وعطائه للرياضة القطرية وسعيه الدائم لرفع رايتها في مختلف المحافل. ونحن إذ نستغل هذه الفرصة لرفع أصدق عبارات الشكر والتقدير إلى الاتحاد الدولي للملاكمة على ثقته بإسناده للدوحة استضافة بطولة العالم للملاكمة لعام 2015. فإننا نؤكد بأن الكوادر القطرية لن تدخر جهداً من أجل إظهار الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بالشكل الذي يجعل النسخة الحالية متميزة من كافة النواحي. إن المكاسب من استضافة البطولات العالمية العديدة تؤكد قدرة قطر على التنظيم الناجح للأحداث الرياضية المختلفة، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى رياضينا من خلال توفير فرص الاحتكاك مع نخبة الأبطال العالميين، وكذلك اكتساب الخبرات في مجال تنظيم البطولات العالمية في شتى الرياضات. وبهذه المناسبة يسعدني أن أتوجه بزجيل الشكر لوزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات الحكومية والخاصة والشركاء والرعاة
والمتطوعين على الجهود الكبيرة المبذولة لإنجاح هذا الحدث العالمي وإخراجه بأفضل صورة ممكنة. كما لا ننسى أن نشيد بالجهود التي بذلها الاتحاد القطري للملاكمة واللجنة المنظمة طوال فترة الماضية وتوفير أفضل الظروف لإنجاح البطولة التي تشهد مشاركة قياسية من الملاكمين الذين سيتنافسون على الميداليات الملونة وبطاقات التأهل لدورة الألعاب الأولمبية القادمة ريو 2016. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتمنى للمشاركين في هذه البطولة ولضيوفنا الكرام طيب الإقامة في الدوحة، آملين للجميع كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن سوف نشاهد فيديو للسيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. And now a video message from Mr. Thomas Bach, President of the International Olympic Committee. Mr. President of AIBA, dear athletes, dear friends, it is a great pleasure to greet all the athletes, fans, and organizers of the 2015 World Championships in the city of Doha, Qatar. Let me express, first of all, my greetings and respect to His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of Qatar and member of the International Olympic Committee. My congratulations to all those involved in the organization at these World Championships, the organizing committee, the officials, and the hundreds of volunteers for all their great work and commitment to make these 18th AIBA World Championships a success. With these championships, the International Boxing Federation is offering a competition which promised to be exceptional. The best 260 boxers from 70 countries will compete and are aiming to win the ultimate world title. I would like to congratulate once again the president of AIBA, our IOC executive board member, Dr. Jinghua Wu, for his great contribution to the development of boxing and the Olympic movement. We know how important AIBA's work is on the health and welfare of the athletes. We look forward to continuing to work in partnership for the benefit of those who are at the heart of our movement, you, the athletes. These World Championships are particularly important. You will be doing your utmost to win the world title. But you will also do your utmost to obtain one of the 23 places for the dream event for any athlete, the Olympic Games 2016 Rio de Janeiro. There is no doubt that we can count on the determination of all of you to give your best performance possible. The people here in Doha will be delighted, as well as everyone watching you around the world on TV. I encourage all of you to compete in the Olympic spirit, in the spirit of excellence, friendship, and respect. To all of you, athletes, organizers, and fans, I wish you a great competition in Doha and before all that an enjoyable opening ceremony. Thank you very much. يرجى ترحيب بالدكتور تشينغو وو رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة. Please welcome Dr. Tsinghua Wu, the AIBA president. Your Excellency Sheikh Juan bin Hamad bin Khalifa Al Thani, Your Excellency Dr. Thani R. Kuwani, ladies and gentlemen, dear friends, it brings me great pleasure
to welcome you to Doha for the 2015 edition of the AIBA World Championships. Doha is truly a sporting city with an excellent record of hosting major events such as these World Championships. Doha clearly understands the importance of promoting sports as a tool to increase the visibility of the wonderful city and develop sports potentials. Together, AIBA and Qatar welcomes 257 of the world's finest boxers from 74 countries, different continents, displaying the universal appeal of our sport. I would like to congratulate the city on its beautiful venue, as well as the level of the organization around the event, which has been first class. On behalf of the global boxing family, I congratulate His Excellency Sheikh Johan bin Hamad bin Khalifa Al Thani, the President of the Qatar Olympic Committee, and Dr. Thani Al Kuwaini, the Secretary General of the Qatar Olympic Committee. I also thank the President of the Qatar Boxing Federation President, Mr. Yusuf Ali Al Karim, and his whole team for organizing this event on the highest level. The 2015 AIBA Boxing Championships will be broadcasted live around the world to the delight of all more than 500 million boxing fans. It brings me great pleasure to see the competition take place in the Middle East for the first time. Doha and the sport of boxing itself will benefit for years to come from staging the AIBA World Boxing Championships. Now, let us enjoy the next 10 days of remarkable boxing, and to also mention the unforgettable opening ceremony. Dear athletes, guests, dear boxing fans, it's ring time. Enjoy yourself. Thank you very, very much to all of you. Thank you. نرحب الآن بمؤثر الملاكمين خوليو سيزار لاكروز من كوبا وممثل الحكام لقسم اليمين سيدي يعقوب من الجزائر. We now welcome the representative of the boxers, Julio Cesar La Cruz of Cuba, and the representative of the judges, Kara Sidi Yacoub of Algeria, to swear the oaths. Comunicado. Yo, Julio Cesar La Cruz, en nombre de todos los atletas que participan en este campeonato mundial de boxeo AIBA, Doha, Qatar 2015, juro ser parte de esta competencia con espíritu de amistad y juego limpio. Cumplir con respeto las reglas de competencia en este campeonato mundial, con la esperanza de que nuestros esfuerzos traerán honor
y gloria de nuestro deporte a nuestras naciones. Muchas gracias. نيابة عن جميع الحكام المشاركين في بطولة العالم للملاكمة للاتحاد الدولي للملاكمة الدوحة 2015 نتعهد بالتمسك بقواعد وقوانين البطولة وتوجيه المنافسة بعدل ونزاهة وتكريم الملاكمين بالاعتراف بجهودهم لرفع رياضة الملاكمة لمستوى أخلاقي عالي جديد. شكرا. والآن سيقوم سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني رئيس اللجنة الأولمبية بالافتتاح الرسمي لبطولة العالم للملاكمة. And now, His Excellency Sheikh Jouan bin Hamad bin Khalifa Al Thani, President of the Qatar Olympic Committee, will officially open the AIBA World Boxing Championships. Bismillah, wa ala barakatillah. أعلن افتتاح النسخة 18 من بطولة العالم للملاكمة الدوحة 2015 وأتمنى التوفيق لجميع المشاركين.
شكرا لكم جميعا لتواجدكم معنا، ونتمنى أن يحالف الحظ جميع الملاكمين المشاركين. ستبدأ غدا المنافسات في تمام الساعة 2 ظهرا. نأمل تواجدكم معنا غدا. أسعدتم مساء. Thank you all for joining us this evening. We wish good luck to all the boxers. Competition begins tomorrow at 2 p.m. and we hope to see you here. Ladies and gentlemen, have a beautiful evening.